السلام عليكم، الله يساعدكم. اليوم راح نسوي خبز. هذا الكوب، طبعا الكوب القياسي 3 أكواب طحين، هاي تقريبا كوب ونص مي حار، مو حار يعني دافي. عندنا الخميرة، نص ملعقة خميرة، هذه الملعقة قياسية. سكر، الملح، يعني نص ملعقة نص ملعقة سكر وملح وخميرة. هذا عندنا الطحين. هسه نحاول نخلي الماي شوي شوي. خليت الماء، أخلي الخميرة عليه وأخلي السكر حتى تشتغل الخميرة بسرعة. معجن، أضيف الملح نص ملعقة، وبعد انتو حسب الذوق. الآن أكمل باقي العجين وأرجع لكم. هذا خلي الماء حتى أعجن بإيدي. وهذه عجينتنا بعد ما تركتها تقريبا ربع ساعة ترتاح تتخمر. الآن أبدي أشتغل بها أقطعها. وهاي بعد ما كورناها إن شاء الله نفتحها ونشوف. والآن هذا خبزنا بعد ما قطعناه سويناه. الآن نغطيه ونبدي نخبز. وهذا أيضا وجبة نغطيها ترتاح. أنا بينما فردتها أكيد ارتاح، صار فد أكثر من نص ساعة. نبدي باللي أول مرة فردناه ونشوف النتيجة. نشوف شلون تفخت ما شاء الله. هذا الفرس الثاني أيضا انتفخ. ترتفع ما شاء الله. شوية حمصنا أكثر ما شاء الله. ارتفعت وحمصت.
الله هذه عندي خبزة شلون حمصت وارتفعت. هذه ما شاء الله حلوة من جهة تتحمص. ما شاء الله هذه تحمص. وهذه آخر قطعة خبز من 3 أكواب طحينة، 3 أكواب 3 كلاسات طحين، تقليب خليتهم 1.25 كوب مي شوية دافي، ونص ملعقة خميرة، ونص ملعقة سكر، ونص ملعقة مليح. طبعا حتى ترتفع العجينة هالشكل لازم أول مرة نعجنها نتركها 1/4 ساعة تتخمر، بعدين نرجع أهم شوي نعجنها ونقطعها ونفردها ونخليها على وصلة تختمر على راحتها، أقل شي فد نص ساعة. نخليها بهذه الطاولة حارة، أول ما نخليها شوي بس نشوف بدأت الفقاعات نقلبها على الوجه الثاني حتى نساعدها ترتفع، ونظل هيك نقلب بها إلى أن تستوي. شلون ما شاء الله مرتفعة، تلعبون بها لعب إذا أنتو سويتوا الخطوات هذه صحيحة. هذه إذا انثقبت يطلع الهواء من عندها بعد ما ترتفع هالشكل. شوية تحمص وهيك تتحمص من كل الأطراف.
الطرف نخليها هاي تتحمص، مثل ما تحمص هذا وهذا الشكل النهائي لخبزنا، يعني بعدهم منفوخات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.